ما في مجاعة بلبنان، نحن لجنة الأمن الغذائي اليوم اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة لتأكد أنه كل المواد الأساسية لموضوع الأمن الغذائي متوافرة بالسوق، وكان معنا القطاع الخاص اليوم كل النقابات المعنية بالأمن الغذائي بما فيها المستوردين والسوبر ماركت والمطاحن وغيرهم كانوا موجودين، أكدوا لنا أنه الكميات موجودة بالسوق، كل شيء موجود هلأ بكفي لشهرين، وأنه في الاستيراد بعده ماشي، فما في شيء توقف. التخوف الكبير هو من الأسعار، الجلوبال انفليشن اللي صاير أنه يأثر على الأسعار، وبالتالي يأثر على قدرة المستهلك اللبناني، القدرة الشرائية. احنا على أبواب رمضان بعد شو أسبوع، في رقابة حتزيد ولا يعني بتعرف كل سنة بيزيدوا الأسعار، فكيف هاي السنة؟ نحن اليوم بوجود كل المعنيين، يعني بوجود كل المعنيين عم بقول بما فيهم السوبر ماركت والمستوردين اللي هن أساسيين بهذا الموضوع. اليوم نحن وضحنا كثير معهم بوجود رئيس الحكومة، مرفوض التلاعب بالأسعار، مرفوض الـ يعني للأسف نحن دائما نقول التجار في كتار منهم مناح وفي كتار كمان مش مناح. رجعنا أكدنا بحضور الجميع اليوم أنه وزارة الاقتصاد حتضل تلاحق الاحتكار والتلاعب بالأسعار لنضل يعني خالقين توازن. اللي أهم من كل هذا اللي نحكى فيه اليوم أنه في 15 أو 20 صنف نحن طلبنا منهم اليوم يدرسوا أوضاعهم، هودي بشكله سلة غذائية أساسية، أنه بفترة الأعياد والصيام عند كل الطوائف وبما فيها شهر رمضان، أنه هيدول العشرين صنف هن يرجعوا لي فيهم أنا كوزارة اقتصاد مطلع الأسبوع القادم، أنه نجرب نوحد لهم سعرهم بطريقة أنه المستهلك يعرف أنه سعرهم بكل السوبر ماركتات يعني مثل بعضه أو بفروقات كتير بسيطة.